أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حوكب لابنا يا آيات بقل يا لباد وصورة الصافات كمذا. إلهي سبحانه وتعالى وحنا غسو ورمايي نبي الله إبراهيم قصديسي نبانك كفار قومه أهاي يا أصغي وحي دحمري مركي وحاوية وحبضان أو حجاء وكؤوغي أي وحي يرهدين أيغو دحو ذكتا شنايا وعادو دستاني يرهدين دسمو أو آدي آد مارتيا وين دسمو داس وحاوية مركاسي هل له العيو قرية إنال وأروش هل له العيو oo markaas waxa weeye naajixmadaas dabkaas kuleelka lagu rido sidii ay sameeyeen. Ilaahay markaa wuxuu dhahay waxay la dooneen dhagar ayay la dooneen, hase yeeshee Ilaahay waxaan ka dhignay u dhahay kuwa qahran ayaanu ka dhignay oo duloobay. Nabiyullaahi Ibraahim markii naarti Ilaahay ka nabad geliyay waati Ilaahay uu na soo dhahay qulnaa ya naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibraahima waaw dhahay waanu tagaa waan tagaaya haw dhahay oo arada tan waan ka tagaaya meeshii rabbigay uu amra ayaana aadaayo daarul kufr ayaan ka tagaaya rabbigayguna waa ihanuuni doona. Marka waxa weeye markii arladii oo ka tagay oo Ciiraaq ay heeda Shaam uu tagay oo dharul Falastiin uu tagay Ilaahi subhanahu wa ta'ala ayuu bariyay markaas uu dhahay rabbiyow ii hibay uu dhahay walad saalixiinta kamida. Ilaahi markaas uu dhahay fabasharnaahu وأبشاري نود إلهي سبحانه وتعالى بغلام أيان أبشاري نود إلهي ويل حليم من أود القات بدن تاسو حوي حلم جيس أيدها نصوص على إلهي سبحانه وتعالى إنه وشيك دونه. فبشرناه ذا أسمرك سبحانه كرتما يسا شيء محذوف لقد درايو وفسجمنا له فبشرناه وي بشارة أسنى سنة هروس أمرنا على لسان الملائكة هذه ملائكة أيمادين أو صورة أضياف أيمادين أو غلام كاسو بشاريي كبعد وي قورينو قرية دي سيكا قورين أو فلسطين هذه قرية طلوض أي تغيينو السدوم هذه للك هذا جوردن كتالا إلا إمارة تياقلا دا سيهلاقان سان صورة هود أي نكو سامرنا صورة وذاريات ننوغو إما دونت. لكن غلام كان محاوية إنه خلاف وجه روان صومرني لكن سيدر هاجحة وحاوية نبي الله إسماعيل وي إلهي وحوري سبحانه وتعالى فلما قرتي بلغ أوقاري غلامك معه معيس السعي الصعد أوقاري قال وحوري نبي الله إبراهيم: يا بني ويل كيغيو إني أنو أرى وحان أركايا أو رؤيا لي وتسيي إني أنو أرى وحان أركايا في المنام هردا وحان كو اركايا رايت في المنام اني انيغو اذبحك كو غورعايا فانظر في ويلكيو ماذا ما الذي كي تراءت رايينيسد. قال وحو دحي ويلكي يا ابتي وي ابهيو افعل فل ايو دحي ما تؤمر وحا لو امراي او الهي حقيسه لغا فرايو ستجدني وادي هلي دونتا ان شاء الله الهي هدو يرادو من الصابرين كو صبرا ان ان كميدهي oo gowracaasadii gowracaysid aan ku sabri doone. Ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala falamma goorti balaga uu gaaray wiilkii loogu bishaareeyay macahu micigiisa asacya socod uu gaaray inuu markaasi waxa weeye uu raaco oo u kaalmeeyo
culumada qaar waxay yiraahdeen 7 jir uu ahaay, qaar waxay yiraahdeen 13 jir uu ahaay. Adu waxa weeye wiil markaasi soconaayo meel walba la aadaayo waalidkiisa u kaalmay yahay ayuu ahaay. Arintaas iyadoo la joogo ayaa arintii miday Nabiyullaahi Ibraahim ay ku timiday oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala manaam wuxuu ku tusiyay oo loogu sheegay gowrac wiilkan ayaa la yiri. Ambiyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida loo imtixaanayo ayaa markaas meeshan ka qaadanaysa. Maxayna Rasuulkeenu wuxuu dhahay Cali sallallahu calayhi wasallam ashadukum bala'an al-anbiyaa thumma al-awliyaa thumma al-amsal fal-amsal. Adduunyada waxaa idin kugu imtixaan badan ambiyada Ilaahay awliyada ku xigta dadku siday hadba u kala garaada way yihiin ayaa waxa weeye maaratay loo imtixaanaya. Marka hadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa jaribaaya Nabiyullaahi Ibraahim, qaala markaas Nabi Ibraahim waxa uu dhahay asagoo la hadlayay wiilkiisi, yaa bunay wiilkaygiyow inni anigu araa waxaan arkayaa, macnaha ra'aytu waxaan arkay fil manaami hurda aan ku arko laygu tusiyay, anni aniga oo adbaxuka ku gowracaya, macnaha wa ru'yal anbiyaa ay xaq weeye, ru'yada anbiyaadana xaq waaye, oo anbiyaada ru'yadoodu waa waxyigoo kale, afcaashooduna waa amarka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Marka hadda arintan wax yar hadii aanu ka soo qaadano xikmada markaasi waxa weeye ay dhacday in loo gowrac wiilkaas oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markii hore Alle uu ka baryay waxay ahayd Nabiyullaahi Ibraahim, waxa uu ahaay Khaliilur Rahmaan ayuu ahaay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa Khaliil ka dhigtay. Khaliilnimaduna waxa weeye safaa'ul mawaddati ya la yiraah, maxabada oo la saafiyeela ayaa la yiraahdaa, oo maxabadaada cid kale waxa weeye aysan ku tacaluqin oo wax yar aysan ku lahayn. Marka waxa uu ahaay Nabiyullaahi Ibraahim waxaa la yiraahdaa Khaliilur Rahmaan la yiraahdaa, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kii maxabadiisa u saafi yeelay. Marka hadda khullada sha'nigeedu waxa uu yahay adamu musharakati al-ghayr ma'a al-khaliil la yiraahdaa, in waxa weeye khaliilkan cid markaasi maxabada shirka kula ah in la waaya la rabaa. Rabbigiisana wuxuu su'aashay walad ayuu su'aashay oo wiilow su'aashay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu wiilku u hibeeyay waxaa dhacda la yiri qayb yar oo qalbigiisa kamid ah ayaa wiilkii maxabadiisii ay ku dhacda la yiri. Markay taasu dhacday Ilaahay qiiradii oo khilada ayaa timiday oo Ilaahay taasu ka qiirooday, markaasaa qalbiga khaliilka maxabadii yareeday oo wiilkiisa u gashay in laga siibo oo khaalisul maxabba ay timaado ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dooray, taasu Ilaahay doonay. Markaasaa waxaa la amray Nabi Ibraahim inuu maxbuubkiisan oo jacaylka yarka qalbigiisa uga yimiday inuu gowraco ayaa la amray, si waxa weeye ay u daahirtay banaanka u timaado safaa'ul khulla khaliilnimada markaas oo saafiyeeda u soo baxay, oon wax musharaka aysan meesha imaanin, oo waxa weeye Ilaahay waxba lala wadaagsan. Arintaas marka waxa weeye amarkii Ilaahay ayuu fartoomay Nabiyullaahi Ibraahim, waxa weeye maxabada Ilaahay ayuuna ka hormariyay maxabada wiilkiisa ka hormariyay. Amarkaas ayaa la siiyay iyadoo imtixaan fara badan ay tahay. Nabiyullaahi Ibraahim isagoo aan awlaad lahaynin halkii awlaadii u soo bilaabay, haddii haddana la yiri gowrac wax ka dambeeyana aan la ogeynin, waxa weeye gacantaada ku gowracna loo yiri qofkii maaratay waalidahu. Arintaas maaratay waxay la eg tahay, waa xasuusa karaa xataa adiga gowrac haddaan lagu dhihin oo qeyrka ha gowraca lagu yiraahdo ayaaba waxay la eg tahay, ayaa la ogyahay. Marka Ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'aala Nabi Ibraahim marka arintaas marka waxa weeye wiilkiisii uu la sii tashaday isagoo u sheegaya, maxaa yeelay wuxuu u sheegayaa la yiri waxa uu rabaa inuu qalbigiisu sii dego oo arintaanu arinku soo booda aysan ku noqon oo wiilku markaasi nafsiisa uu tasliiyo helo. Saas weeye markaas. Marka waxa uu dhahay yaa bunay wiilkaygiyow, yaa bunay wiilkaygiyow, inni anigu araa waxaan arkayaa fil manaami hurda waxaan ku arkayaa hurda laygu tusiyay, anni anigoo adbaxuka ku gowracaya, ru'yada Ilaahay ambiyadiisuna xaq weeyo waa sidii waxyigoo kaleentood waayay, ee si annaga ru'yadeennoo kale ma ahan weeye. Ru'yadan marka waxa weeye ru'yadaanu markaasi ra'aytu yaa laga wadaa inni araa waxaan arki doonaa maahan waxaan arkay weeye, maxaa yeelay ru'yadaanu bilficli ay ku dhacdaba, maxaa yeelay waxaa la wariyay habeen oo laylatu tarwiya ah oo waxa weeye bisha oo carafa markaasi
سيديد إيا ماشا سأيتا أيا وحا وي وحاو أركي نبي إبراهيم مدرها يونا ديناية وأصغى قرآية إن الله يأمرك بذبح ابنك إبراهيم وحا إلهي كفرا يويل كاغ إناد قور عديد واغ مركو بريي أيا نبي إبراهيم نفتي سو فكرة ليدي وحاو كفكرة يا رنتان من الله إنا يكتم إذا إيا إنكالي قلبتي مركو قاري أيو هادنا واركيو كلا أيو مغلي هادنا waa way habeenkii labaad way markii qoraxdi dhacday ayuu warkii oo kale hadana maqlay habeenkii saddexaad ayuu hadana sidii oo kale maqlay markaas wuxuu hamiyay wiilkiisa inuu gowraco hadalkaas uu markaa u sheegaya saas way markaas marka inni ara fil manami anni adbahuka ayuu dhah anoo ku gowracaya ayaa lay tusiyay marka waxa uu si sheegayo waxa way waa u bandhigaya si hadhow arintaas waxa way arin oo أو كأرجعجحه أما مركزه وحوي أرين كسب بوداه وكعصب أيضاً النقانينه قلبي يسوع سيدجو وهكذا مركز ماشاء الله قاعدنا يا ويل كاس بارني مديسه سدى أيتها معايا لهذا ما أنت أولاد جوكته وحاس يال يا وحاس يال أي مركز سال لك كري لأي أو والد كنت كري لأي أنكو جورع يسكت داي أصاب القارقود وحاله شيء غيري والد كود أي دلين أبا أي جورعين أبا نعذبه لكن كله قف والد كيس دلين أبا جورعي علم جبادن كمرك الله فيشو حقوق كلا يو يلانا ياهو وحماش عسو أيو أكاهي سا إنه وصل مركز أولادي سهين مركز أرنتاس أيو أبدي جويل كيس وهاو ده إني أنا وأرا وحان أركي في المنام هرد وحان كو أرك أني أنا وأذبح وكو جورعي فانظر فير يو ده ويل كيجي يو ماذا ترى وحد رأييني سي رأيي كان شاركوا لي الناس بذبح ولا شورة سوى حوية جورة عاس أو وقت كيسو أو أمر كإلهي وهو جان سمو لأن حوية أبيه إيه ولد كيس وأمر إلهي يا دول يا له معايا الأمر كهر عشر كان ورواسان صومر نيو دعاء أو دعاء ساك صوب هذا ربي هب لي من الصالحين أو دهي إلهي يو إيه بي يو دهي ولد صالحين تكمل هودا هذا مركز صالحين تدوسن كمل هينين أرين تاسي كما إمال هين أو وحن صالح هينين وإن إلهي أكتي سخير كل هيني فإذا كإمام يسو قال وحود هاي غلام كيو ده إلهي يا أبتي أبيها يو افعل فل أيو ده ما تؤمر وحل وأمر أيو وها إلهي حقي سلقا فر أيو فل أيو ده أنك دمانتين أمرك إلهي يا نقوين ستجدني أنك نوادي هلي دون تهدانه ويل كاقي إن شاء الله إلهي هدوي راده مشي هذا وحا أوكينا ليري هذا وحا وي نفتي سوسا كوكا كالصوانين أما وحوكه تبرق أيو أكاني يا أسوء إشارة إلى أنه لا حول عن المعصية إنه هنا معصية كوري يكسكر إلا إلهي إنه دورا موياني دا عادنا أوسن أودو لهين إلا إلهي إنه وخال ميا ماهي معايا الأرنتان إلهي الوقت ديعا داعا اللوي مركزو حود هاي يا أبتي أبيها يو افعل فالمات أمر وحل وفرايو ستجدني أني وادي هلي دونتا إن شاء الله إلهي هدو يرهدو من الصابرين قوة صبرها إنان كمي دهي ayaa idii heli doonta ho arintaas waan ku sabri doonaa go'aankii saasay markaa u wada qaateen ilaahay wuxuu ri falamaa goortii aslama ay hoggaansameen nabi ibraahim iyo wiilkiisa oo amarka ilaahay u gaansameen oo watallahu ulagday lil jabeen dinaa u ulagday nabi ibraahim asagoo gowracaya wanaadeenahu waan u naadina u dhah ilaahay nabi ibraahim oo waxa dhana aya ibraahim ibraahimo قد حقيقة صدقت واد كرهن شاكتي الرؤيا رؤيا دي واد كرهن شاكتي ساسا يعنده نور إلهي إلهي حوري سبحانه وتعالى فلما قورتي أصلا ما إيهو قان سمين أوله إلهي مركيهو قان سمين وويلك يا والدك إيهو قان سمين ووتله أولك دي وهوية إنا عيوجي في سيد النافك اللي قورعه للجبين إنا أولك دور إلهي ماشا سوحي هذا ليرم من أيئي هذي sakiinta ayuu markaas soo dhunta ka saaray mididi oo hayso ka saaray markaas ay mididi ay kari weeyso waxa ku dhacay mididi maane oo qudrada ilaahay oo si ka saadi la yeelo markaas mididi waa kari weeyso waa legday markaas waxa weeye dhinaca ayuu u jiifiyay meel bacaad ayuu ku jiifiyay oo makan oo markaas murtafa abdullah ibn abbas habru caalimna waxa uu dhahay arintaas markaa uu sameeyay ayaa wiilku waxa uu dhahay aabaheeyo xarkaha igu adkay ayuu dhahay si aanan isu baraanbarin oonan markaas u dhaqdhaqaaqin dharkaagana waxa weeye kor u xiro yaana dhiga kugu halayna bal wiilkaas ka waran Allahu Akbar oo waxa weeye hadaan kugu boodboodo oo dhiga aan kugu haleeyo anigana ajirkaygu uga buro
هويديسنا مركاسي وحوي هويدينا مركاسي أي أركته مركاسي ديجا أو كبيال أو مركاسي هويدي آدي آدي أمرقته أو مر والبحصوص أي قش مركاس مركاس ابن عباس هودا مديديس أيوة أفايستي مركاسو كدك دقي إنه قارتك جويو سأرنتاس وحوي وسهلنات وهودا هاي مركاس سا سمي أيوة هاي أو مريها كور ولابو أو ديجو يوسن كجارين oo hooyada markaas dhigas ina aragto yeesa markaas hooyada aysan murgin mididana afayso dhaayay ku degdeg arintaas hadii waxa weeye hooyaday aad u tagtane salaam iga gaarsi ayuu dhahay hadii waxa weeye markaas maaratay aad doontane inaad qamiskayga u celisane sida sameeyo waa ka wiilkaaga qamiskiisa waana gowrace waa ku salaamay taas waxa laga yaabo uu dhahay inay ku sabr ogtay isaga sabarte نبي الله إبراهيم مركز هؤلاء نعم العون أنت يا بني على أمر الله وهؤلاء يقول كي يو مد إيه كلمة أيا نعم الله أذان إلهي النعم مد إيه كلمة أيا نعم الله هؤلاء أذيك أيا نعم الله وأمرك إلهي هو كلمة نبي الله إبراهيم أرنتي وسمي وحلا فري وهو جورع إنه جورع أسكت ده مركز هو قابلي أسقوا ولي بأويا يقول كنا أويا مديد مركز أنت كساري وحب مركز مديد وكجوي ويس dagax ayuu ku sahay laba jeer saddex jeer oo ku sahay oo midiyada lagu saho waxa weeye markaas waxba markaas midiyada waa ka gooy weysay qudra ilaahay ayaa lagu manciyay waa la imtixaanayay qofku hadii waxa weeye ilaahay amarkiisa iyo qadaha qadarka ilaahay raali uu ku noqdo ilaahay subhanahu wa ta'ala faraj u furay markaas ilaahay waxa uu yeelay la yiri bir oo maara ayaa qortiisa la yeelay laakiin hadda bir loomaba baahno waxa weeye waxa la leeyahay waxba bira lama yeerine awooda ilaahay baaba ka mancisa sidaasana raajaxa weeye ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana wa tacaala falamma goortii aslama ay hoggaansameen oo watalahu uu legday lil jabiyiini dhinaca uu u legday wanaadaynaahu waan u naadinow dhahay ilaahay oo ayaa ibraahiimu ibraahiimow ayaan dhahnay qad xaqiiqee sadaqta waad ku run sheegtay arru'ya ru'yadii ru'yadii wixii lagu tusiyo lagugu amray waad ka run sheegtay ayaan dhahnay wuri ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala innaa anagu kadaalika sidaas oo kale kama jazaynaaka saan kugu jaasinay oo waxa weeye wiilkaagii aadan isaga gowricin oo aanu kaaga mancinay innaa anagu kadaalika sidaas oo kale u dhahay ilaahay kama jazaynaaka saan kugu abaalmarinay najzii waanu ku abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga falaaya oo amarka ilaahay fartoomaayo ilaahay shidada waa ka qaadaya waxaa la rabaa markay shidda timaado oo culayska sa yimaado amarka ilaahay in la qaato oo ilaahay amarkiisa oo lagu sabro dhibaatada ayaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj oo furaya ilaahay marka nabi ibraahim naadada u naadinaya waxaa ka mid ahday innaa anagu ayuu dhahay ilaahay kadaalika sidaasoo kale kama jazaynaaka hadda ilaahay waxa uu caddaynayaa arrintan inay nabi ibraahim kaliya khaas ku ahayn najzii waanu ku abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga falo muxsiniinta saasaan yeelina u ilaahay wixii markaasi nabiyullaahi ibraahim laga soo bilaabo ilaa qiyaamadu ay ka qunto wax kasoo muxsiniin cid kasoo muxsiniinta ka mid a sidaas ayaanu ku jaasinaynaa u dhay ilaahay inna haadaa midkaana u dhay ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi ibraahimaa ilaahay la khidaabaya inna haadaa midkan oo gowraca oo lagu farane lahuwa isagu albalaa'u jarib weeye almubiino oo cad inna haadaa midkaanu lahuwa isagu albalaa'u jarib weeye almubiino oo cad ciddii marka hadda isdhahaysa adduunya waxa weeye wixii la rabaa laga helayaa raaxaa lagu joogaya ilaahay addoomankiisa kuwa ugu jeclaay saasaa ilaahay adduunyada ugu imtixaanayay marka meeshaana waxay tahay daaru imtixaanin wabtilaa'in weeye waa daar laysku imtixaanayo oo laysku jaribaayo qof walba marka waxaa la rabaa arrintaas inay ogaataa loo baahan yahay markaas ilaahay waxa u dhahay subxaana wa tacaala jaribaad cad weeye qof hadda wiilkaagii ilmihiisii oo hadda uu owlaad keligiis uu ka hayso oo weliba owlaaddu ay kasoo daahday oo imtixaana uga horreeyay bal fiirada nabiyullaahi ibraahim meeqa imtixaan waay ciraaq midda lagula sameeyey ina la xirxiray ayaa dab lagu tuuray iyadoo marka horena dacwada lagu dhibaayey naaraa lagu tuuray markuu kasoo baxay kabacdi oo halkaas uu yimido ilaahay baryey wiilkii la siiyey ayaa haddana gowrac la yidhi waakadaa sidaas weeye ambiyada ilaahay saasaa adduunyada maarata ahay ku yihiin dadka saalixiinta sidaasaa loo jaribaa meeshaan marka meel raaxa ma ahan sideedaba qofki raaxa ka jeriyene
كم هلاية وها ويا مال الله كود هلاية أجرك إياه مركز وحي لما يوهري لهاينة وأكلوا معايا إلهي يقول سبحانه وتعالى وفديناه ونفرنا الإلهي وفديناه ونفرنا الذبيح يا الإلهي وعناه حاله وذا المأمور بذبح كي قول عيسى الله يسفري أو إسماعيل أما إسحاق لبقى ولا كجرت وفديناه ونفرنا الإلهي بذبح أيان وكفرنا مثل قول عظيم أوين أيان وكفرنا الإلهي إلهي يقول سبحانه وتعالى وفديناه ونفرنا الإلهي بذبح أيان وكفرنا مثل قول عيون إلهي عظيم أوين أو بوس كيسي مثل كلا أيو قول عي أو نبي الله إبراهيم أرنتي مركز وعوي الله فري بدل كيدي أوقا شيء ولشان وإسماعيل وإسحاق لبداس لكن وحوي سيدا راجحة وحوي إسماعيل وايم حال إسماعيل أيا ويناي ساس وي مركا إسماعيل يا إسحاق وعلى السوخ لافه أئمة بضان يا علماء بضان أيا مركا سا كالاقبان إيوا وحيا بضان كالدريشان أيا أدى كهرنا وحوي سورة هود أيا نقصام مرنوي وهذا لبداس قوله هذا وإسحاق يا وإسماعيل جماعوي مركا هي صحابة يا تابعين تا أيا كالاقبة لكن قولك الشيقة يا ذبيح وإسحاق رهاية أيا حق النقلك كحوق بدنالي ونبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة اللي جسوا جوريه تابعين إلى أودا سعيد بن جبير وحام بأجيدا إبراهيم أو مركز إسحاق جورعي أيام جورعي أيام أوجيدا هؤلاء أو مركز وحوي كحيي مركو ماشوا جوا كسو كحيي أو بلن سو كحينا يقول كيس كلا سو تج أو ماشى من حركة أو منك يعني إلهي سبحانه وتعالى مركو ذبح كسر فيني إلهي وحو أمري إنه جورع وانك أو جورعه مركزو جورعي مركزو هذا شامل آذي هل بالأيوه هذا لسيس عناي أرلاه أيال الله صاد دبي يبوره أيال الله صاد دوره وهي بها سو مارت هذا ساس أيان أركيوه هاي مارت يا سعيد بن جبير أو مارت يا تابعين تواوينيد وأنك مركزي أو دري أنك لا ديه جل حجاج بن يوسف مفسرين تواوين هناك مدية سك السبب وحوي إلهي وحوله هاي حق لكن وحوي عقلك إيه فهمك وحاكو وين امارته اسماعيل ويه وفديناه ونفرناه الى الهي بذبح ايان وكفرنا مثل غور او الهي عظيم او وين وكبش وان ايا لو فرت او جنده لغا كيني وان كان و هو هيسه لا شيغو قابيل يا هابيل markii qurbaanka keensada la yiri oo gabdhihi isku haysteen waxaanu ku soo marnay suuratul maide waxa weeye markii naarti dabki waxa weeye markii oo qurbaanki ay la yimaadeen naarti samada ka timiday haada haabil uu haw keensaday wan ayuu keensaday qaabiilna waxa naf lahayn oo masago iyo waxyaabo maartay waxa way raashin oo naf lahayn oo jajab haw keensaday asaguna leenin quman ma uusan ahayn waqtigaasna waxa jirtay qurbaanka markii la dhigto oo waxa way la dhigto waxa qaada jiray markaasi naar ayaa samada ka imaa jirtay qaniimaduna sidaas ay ahayd wixii nabigeena ka horeeyay naartaas ayaa gubi jirtay amba qaada jirtay naartii samada ka tirtay ayaa wankii oo haabiiray qaadatay markaas jannada ayuu intaas ku jiray markii arintan hadda nabi ibraahim oo gowracay wiilkiisa la soo gaaray ayaa jannada laga soo waday markaas loo keenay bedelkiisa kan gowraca la yiri oo markaa halkaas ayaa markaas kabshigaas meeshaas uu ka yimid bidibxina u dhahay ilaahay mid la gowraa cadiimin oo weyn culuma qaar waxa yiraahdeen maya waxa uu ahaay taysul jabal iyo ahaay oo waxa weeye nabi ibraahim waxa looga keenay jabalkan sabir la yiraahdo oo mina ku yaala maaratay taysul jabali joogi jiray ayuu ahaay oo baalkan markaasi diirdiirka oo meeshaas joogi jiray mid ahow ahayna waa la yiraahdaa laakiin sida raajaxa sida hore weeye nabi ibraahim markii halkaas uu ku gowracay asagoo waxa weeye tagbiirsanaaya sida hadda meeshaas hadda xoolaha lagu gowracayo halkaas ay ka timiday asagoo tagbiirsanaya waxa la sheegay maaratay markuu gowracay jibriil waxa uu dhahay la yiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar walillahi alhamd ma jibriil waxa uu asagu dhahay oo ku akaysay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar oo dhahay saddex jeer oo dhahay nabi ibraahim asna waxa uu dhahay la ilaha illa Allahu Allahu akbar أما الذبيحة لفتركيسة أو ويلك الذي أياه حوله سيدة راجحة لا إله إلا الله والله أكبر نبي إبراهيم حوله الله أكبر أيوله ولله الحمد وماشى هذا مركز وحوي عيد مركز لجوه تكبير تلقى هذا ماشى الله كان سيدة هذا سيكا كوانتا أيوه قيب ملك الجبريل لهي يا قيب ذبيحي لهي يا قيب نبي إبراهيم لهوي مركز صنع نغطي إلهي مركز حوله سبحانه وتعالى وتركنا وانو كتقنا وانو إلهي وانو باقي يالني عليه النبي إبراهيم في الآخرين قوة ضمبو
صناعا حسنا وسوق الدرفا له وناسل وتركنا وأوجا تجنوا لإلهي عليه نبي إبراهيم ولإلهي في الآخرين أمضاها الضمب وهي ساكت ضمبايا فألو وناسا أفكى سوحاوي النبي الله إبراهيم وأمان إيسا سلام النبي قيل يقول إلهي أو حقين كأهاتي على إبراهيم إبراهيم كركي ساهاتو لإله سلام النبي قيل يقول إلهي على إبراهيم نبي إبراهيم كركي ساهاتو كذلك صدا صوك لول إلهي صدا نكجاز النبي إبراهيم نجزي ونكجازينينا المحسنين كوا وناقفلا هذا مرك ورانه كذلك إنا كذلك نجزي المحسنين والإلهي هذا كذلك نجزي المحسنين والإلهي مرك قفك استأو وناك سمايا أو إلهي قدر كيسة قلهيسة كصبرة وحوي مارتيا إلهي وناك كجاسنيا إنه نبي إبراهيم والإلهي من عبادنا أضومن كينا أيوك مدهاي المؤمنين أو مؤمنين تا إنه إبراهيم والإلهي من عبادنا أضومن كينا أيوك مدهاي المؤمنين أو مؤمنين تا أضومن كينا مؤمنين تا وكمدها والإلهي سبحانه وتعالى مرك إيمانكو إنه آدي آد وحبذا كيناي تسد كوجانيسا وحن إيمان لهين وحب مركاسي وحوي صبر إيو قدر إلهي فهل كن وضن كإمام يسوع مرك هذا عشر كين أنت سوق أجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.